أنا من أهل بغداد، بس إحنا أصلنا من ديالة، فكل عمامي هناك بديالة، بس أبويا صار عنده شغل هنا وجينا هنا. عندي أخوات وأخوان، إحنا من النوع اللي البنية ما تطول يعني، وبنكمل دراسة رأسا نتزوج. فطلعت من الابتدائية أني ومستواي يعني قوة، طلعت من يمها صار عمره 15 سنة، فأبوي اعطاني ابن عمي، ابن عمي بديالة هناك، هم عندهم قاع يشتغل بيها، وهو الولد من عمره 20 سنة. احنا لو نرجع للاسباب لهذه الحاله، هي يعني سببها يرجع الى وعي الاهل، وعي التنشئه، طريقه تنشئه الاهل مع البنات. غالبا الاهل يكون عندهم متلازمه، وهذه القليل قله يدركها، متلازمه اللودوكسوفوبيا. هذه المتلازمه تعني الخوف من اراء الناس، الخوف من الناس ومن ارائهم، ومن يعني وبالنهايه تؤدي الى الخوف حتى من اتخاذ قراراتهم. فتشوفين انه يجبرون البنت بطريقه غير مباشره، او يصير عندهم وعي جمعي بانه البنت لازم تتزوج بهذا العمر بدون اجبار. هي متبرمجه على هذه المساله، لكن هي ما واعيه طبعا على يعني تبعات هذا الزواج المبكر، وعدم الوعي والترتيب يعني الاسلوبي للزواج. يعني مثلا تحليل الدم، يعني هم حتى حسب الحاله، هذا الزواج فقط يقتصر على عقد السيد. هي ليش اصلا احنا نحتاج عقد المحكمه؟ لانه المحكمه تطالب بتحليل الدم. لو كان يعني هم ملتجئين لعقد المحكمه، وهذا طبعا يعني هو اسلوب صحيح، يعني اكثر يعني حالات الزواج تتطرق ل يعني لعقد المحكمه، حتى نشوف الفرق إذا أكو إشكال بين نسب الدم، أو يعني بين الزوج والزوجة، أو إذا إشكال يلجؤون لطبيبة يعالجون ويمشي الحال كإنجاب أطفال سليمين يقدرون يعيشون ويكملون حياتهم. إحنا اليوم كمحامين نتعرض الكثير من هذه الأمور اللي هي زواج القاصرات. كثير من العوائل العراقية يخفى عليها أنه هنالك آثار قانونية و يعني آثار كثيرة تترتب على زواج المرأة القاصر. احنا نعتبرها طفلة وليس مرأة، لأنها لم تكمل السن القانوني. من الحالات اللي تأتي للمحاكم العراقية، وخاصة في المحاكم الأحوال الشخصية، هو الزواج قبل 18. ما يترتب عليه في هذه الحالة أنه يضطر الناس يكون العقد عقد محمدي، أي عقد خارج المحكمة. فإحنا ما يصير يعني نعقد محكمة من البداية، فتزوجنا عقد سيد أو قعدت هناك يمهم، ما حسيت فارق يعني هم، وأنا حبيت هناك العيشة وحبيت الشغل وياه، حتى أروح وياه للقاعة أشتغل وياه، أنا أحب هاي العيشة يعني، وأنا أحبهم من أنا صغيرة يعني، عائلة يعني بيناتنا حلوة محبة، فما كان أي مشكلة بينه وبينه. وهي بالحالة ما عندها إشكال، تقول أنا حابة هذه الحياة، حابة حتى بيت عمي، هو أعتقد بالحالة ابن عمها بحسب ما سمعت. إحنا نرجع للأسباب القوية، الأسباب النفسية اللي أدت إلى تدهور هذه العلاقة، وشنو الأسباب الأساسية؟ السبب الأساسي بقائها مع هذا الزوج، بقائها مع هذا الرجل. سبب بقائها واستمرارها هو التعلق، هي متعلقة بالحياة الزوجية يعني عموما، يعني يعني ظاهريا هي متعلقة كزوج وكرجل. لو نجي على العامل النفسي، البنت بطبيعتها إذا سكنت أو اطمأنت إلى رجل معين، من الأسباب اللي تؤدي إنه اللي تعني إنه ليش البنت هذه ارتاحت أو اطمأنت لهذا الرجل، دائما البنت تسكن للزوج اللي يكون يشبه طباع أبوها أو أخوها. طبعا هو هنا ابن عمها، فأكيد نفس الطباع، نفس ردود الأفعال، نفس السلوكيات، فهي سكنت إلى واطمأنت إلى، ما عندها إشكال كمحبة وكمودة وياه. وهو حتى بذات الوقت يعني تعامله وياها كان سليم، ما عنده قصور وياها، دليل بالنهايه لما حصل الطلاق نطاها حقها، وهذا نفتقده بهوايه. لو نجي على الجانب الفيزيولوجي، هي ممكن حتى بالعلاقه الحميميه كانت جدا متكامله معه، ممكن كعلاقه حميميه، هي ليش متعلقه بي؟ كعلاقه حميميه هي علاقه متكامله، دائما الاجساد من تتوائم
من تكون متوائمة وبنفس الاتجاه تنجح العلاقة الحميمية ولا يشوبها أي نقص أو حرمان أو استنزاف من كلا الطرفين. في حالة أنه يعني يأتي الزوجان للمحكمة حتى يعقدوا عقد الزواج اللي بيناتهم، طبعا راح يتعرضون الكثير من الأمور أو العرقلة، باعتبار أنه القاضي ما يقبل يعقد للي سنة، أتكلم عن اللي سنة 13 إلى 15، هذا ما يجوز بالقانون العراقي ولا تجيز أي مادة قانونية. لذلك اضطر الأهل إلى زواج خارج المحكمة، وبالتالي بيكون بالعقد المحمدي. بعد ذلك القانون العراقي فرض عقوبة الحبس وفقا للمادة 10 الفقرة 5، هو الحبس على كل زواج يتم خارج المحكمة. زين، هذه العقوبة تترتب، احنا عندنا بها شقين. الشق الأول هو يحاسب كحبس من 6 أشهر إلى سنة، وكذلك غرامة مالية قدرها 300,000 دينار فقط. زين، هذا الأمر نجد أنه في لو احنا نجي للأرض الواقع، في المحاكم العراقية لا يطبق الشق الثاني اللي هو الحبس، لذلك تفرض فقط الغرامة المالية. ومثل أي وحدة تتزوج تنتظر أنه يصير عندها حمل، فصار عندي حمل بداية 9 أشهر ماكو أي مشكلة، راجعت يعني يمكن بس الشهر التاسع، يعني قبلها أبد، بس يعني من عرفت يعني حامل ما راجعت. بالتاسع رحلت وصارت الولادة طبيعية، بس من ولادته توفى الطفل، فقلنا هذا قدر. خلال هاي الفترة يعني هو كلش الولد داراني واعتنبية وبس انصدم من الطفل توفى، وبعدين قالوا والله يعوضكم عادي تصير بعدش صغيرة. وراء فترة بقيت شهرين هم صارت حامل، صار نفس الموضوع، وهم يعني من ولدت الطفل توفى، فهو كلش ضاج من هذا الموضوع. بس أنا ما فاقد الأمل وأقول لا، هذا يعني قدر ما بيها شيء، يمكن لأن أنا أشتغل وأشتغل بالقاع وهم بعد ما أشتغل وما أطلع، وهم يعني أنا شو أقول لهم عادي، قلت لهم بعد يعني ما أشتغل وظل بس قاعدة وهيك شيء، وعمتي ما قالت شيء، فحملت بالطفل الثالث. طول فترة الحمل أنا محافظة على نفسي، بس أنا ما راجعت دكتورة، وهمتي من ولدت الطفل توفى. هو قال لي بعد كافي 3 أطفال خلينا نرتاح، يعني هاي صار لنا احنا يعني هاي 6 سنوات تقريبا، فخلينا نرتاح فترة. قلت ما يخالف. أنا خلال هالفترة من وراء رحت الدكتورة، دكتورة سوت لي فحوصات، قالت لي ما عندك أي مشكلة، وأنت بعدك يعني ما شاء الله اللي يقولون يعني قمة الأمومة اللي راح تصير، لأنه هي إيش كلام يقول لي أنت بعدك بالبداية وماكو أي مشكلة عندك. فقلت خلاص ما دام ماكو مشكلة، فقنعته إنه بعد نسوي طفل، فسوينا الرابع وصار نفس الشيء، وهم توفى الطفل. فهنا أنا يعني انتبهت علينا بالمستشفى، قالت خلي تراجعون اثنيناتكم، خلي هو هم يراجع مو بس انتي. فبعد ما ارتاحت من فترة الولادة، وهاي رابع مرة وكلهم طبيعي الحمد لله، يعني هذا الشيء كان لأنه عمليات لا أنا ما أتحمل، فراجعنا أنا ويا، قالوا إنه أنتوا ماكو أي مشكلة، هو ما عنده مشكلة وأنتي ما عندك مشكلة، بس عندكم اختلاط دم، يعني إذا يعني هو إذا يتزوج من غير وحدة يصير أطفال طبيعيين، وأنتي إذا تزوجينهم طبيعي، بس أنتوا اثنيناتكم ما بتراهمين، وهاي من النوادر يعني تصير، وغلط بينكم ما فحصتوا قبل الزواج. إحنا نقول ما بني على باطل فهو باطل. زين، اليوم إذا العقد ما بنى بصورة صحيحة بالبداية، راح الإنسان لازم يتحمل المشاكل. لو أنا أمشي بالصحيح ما تصير مشاكل، لكن إذا أنا بالبداية ما فحصت وبعدين أجي للولادات المتكررة اللي للحالة اللي سمعتها، ولادات متكررة، زين أكو فد شيء اسمه طب، أكو فد شيء اسمه مراجعات، أراجع الشغلة. شغلة ثانية إنه أنت هي زوجة
بشغلة باطلة، يعني ماكو لا عقد ولا شيء ولا فحص، أكيد راح تتحمل عواقب الخطأ مالتها من البداية. زين، يبقى عندي بالنسبة لزواج الطلاق وطلاق الإكراه، احنا هنا أغلب، مع الأسف أغلب الحالات تكون الطلاق عن طريق الكبار العوائل، يعني يطلقون ويكملون، يعني يمكن ياخذون رأي المطلقة لكن مو ذاك الرأي الحاسم ولا ذاك الأمر الصحيح. تمام، يعني توكل هي شخص، توكل شخص والشخص يمشي بمجريات الأمور، وهذا كله خطأ، كله خطأ اليوم. لأن أنا من سمعت كلامها الأخت الحالة اللي انعرضت أمامنا، يعني هي عبارة عن، هي متمسكة بزوجها ومن حقها هذا، لكن إحنا قانوننا يعني يمشي دائما قانون ذكوري، فلهذا السبب انه يكون ويا الرجل اكثر من المراه. فالدكتوره قالت لي بس احنا ما نقطع الامل، انطتني نصائح وانطتني علاجات واخذت العلاجات، هو ما قبل، قال خلاص ما دام هو هذا قدرنا فاني قابل، ما عندي مشكله، اني ما من وراه اراجع واخذ علاجات واخذ نصائح الدكتوره، وهم صار حمل، صار الحمل الخامس، كنت متامله كلش بانه يعيش، بس هم راح، وهو بعد قال لي كافي، احنا صرنا صارت عندنا مقبرة مال الاطفال، يعني انت ما مليتي؟ انا ما ابد ما مليت، وجدت لاخر لحظة اتمنى يعني هذا الشيء. المسألة بسيطة، ما هو اني هو ما عنده وعي بهذه المسألة، ما قبل يتعالج وياخذ العقاقير ويسمع كلام الطبيبة، هي بقى عندها الامل انه حتى بقى تتعالج يعني من دون علمه هو، في سبيل أنه تكمل حياتها معه. المشكلة كلها سبب تعلقها بالزوج، لو كانت محبة لنفسها، محبة لذاتها، عندها وعي والإدراك التام، وهذا تكتسبه حتى من الأهل، من الأم، تلقين أنت حتى الأم هي ما عندها وعي، المهم أنه هي مطمئنة وساكنة مع زوجها، مرتاحة وبعيدة عنها، والناس تقول بنتها تزوجت وخلاص وما طلقت وما رجعت، هذا أسلم وأهم من كل شيء، بينما هي اندفنت في هذه العلاقة، دفنت وراحت 10 سنوات أو تقريبا 11 سنة من عمرها مع هذا الزوج، هي بدون أطفال، لدرجة قبلت بالزوجة الثانية وهي معه. زين ليش؟ هي كان المشكلة فقط تقدر تحلها بالضبط إنه يعني إنه تعيش بدون هذا الزوج، هي المسألة ما تقدر، يعني ما تتخيل نفسها إنه هي تعيش بدون هذا الرجل. هذه مشكلة جدا عظيمة، هذه أعظم حتى من مسألة الطبيب والعلاج. إحنا عندنا قانون يطبق، ما عندنا إحنا كمجال إنساني أو مشاعر تجاه المتزوجين، إحنا القانون وجد لخدمة الناس، لذلك إنه المتزوجين في حالة إنه تزوجوا خارج المحكمة بعقد محمدي يترتب عليه عدة أمور، ليس فقط الحبس والغرامة، لا، يترتب عليه عدة أمور، إنه هذا الشخص راح يتزوج بدون فحص للمتزوجين. احنا اليوم القانون يفرض انه اكو فحص المتزوجين، الغايه منه ليس شكليه عقد، انما الغايه منه هو التاكد من سلامه المتزوجين. كثير من تضارب، هذا مو اختصاصي لكن احنا كقانونيين يعني شايفيها، كثير من تضارب فصائل الدم تؤدي الى امراض اغلبها الثلاسيميا، زين، وبالتالي ينجب اولاد مشوهين. فأنا عندي قانون، أجي أفحص بعدين أبدي العقد، كلش سهل، يعني مو فد شيء صعب. زين، لكن إحنا نعتمد أنه هناك عدم وجود توعية صحيحة عند الأهل، لأن هؤلاء قاصرين، وبالتالي أمرهم بيد الأهل وليس بيد هاي الفترة كلها، يعني مرة مرتين، المرة اللي وصلت للخامسة أمها ظلت تحكي موضوع، قالت مدام تقول الدكتورة يعني هو إلي أمل فخلي يتزوج وحدة ثانية. أنا بداية هذا الموضوع كنت رافضته وهو هم رافضه، بعدين فكرت بيها قلت لا نصالحه هو، ويعني يجوز يعني يصيرون دول إذا يجون أطفال راح أحبهم. فأنا لحيت عليه بإني يتزوج، هو ما كان عنده إمكانية يفتح بيت ثاني فتزوج ويانا بالبيت، تزوجها بنية زينة وحبابة وماكو اي مشكله. والفتره هي اللي صارت بيها حامل، انا هم صرت حامل، قلت بلكي الله يعني هالمره يختلف وهم يجي تاخذ علاجات، بس للاسف هو ابنها عاش، انا هذا السادس طفل هم توفى. هو قال لي يعني هو قد كان متلهف وصار عنده
من هي مرتديتشي، بس كان قلبه وياي وقال لي يعني أنا ما أريد أي أطفال، أنا أريدك أنت وأعزك، ويعني من هذا الحكي. لو كان هي عندها الوعي التام بأنه من 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 سلوكيات الطبيعة البشرية الصحيحة بأنه المرأة أوكي تتزوج وتنجب وتكون محبة لذاتها، ما كان حصل هذا، ما كان استمرت مع رجل وهو يعني أكو فد مشكلة بينها وبينها، يعني بينها وبين الزوج. المشكلة جدا بسيطة، هي مدى ما كانت على وعي تام بأنه عندها مشكلة بالإنجاب معه. أني خلاص يعني إحنا نرجع هم لمسألة الحد القسمة، يعني إنه ترضى بقسمتها، ترضى بنصيبها، ترضى بالقدر اللي رب العالمين والكون هو قدره لها، بأنه هي ما عندها ممكن تكون حياتها غير ناجحة إذا أنجبت أطفال من هذا الزوج اللي هي متعلقة به، لدرجة هي قبلت وافقت بالزوجة الثانية وأنه تعيش على مدى سنتين أعتقد أو سنة بحسب ما سمعنا الحالة، والزوجة أيضا أنجبت، الزوجة الثانية أنجبت وخلص هي موافقة، مع الوقت وسوى الطفل بنفس بذات الوقت وتوفى الطفل. وهذه رسائل إلها، هذه رسائل ربانية أنه أنت يا بنت الناس ترى أنت هذا مو قدرك، ممكن قدرك مع غير شخص، مع رجل ممكن تكونين يعني كنسبة دم ماكو إشكال بينك وبينه وتمشي الحياة. إحنا موجود عندنا باحث اجتماعي، هذا الباحث الاجتماعي هو اختصاصه أنه يتقارب، يعني يحسس نفسه أنه هو قريب جداً من الأشخاص اللي يجونه. إحنا والله مو بس شغلتنا نعقد وزواج أو نفقة أو طلاقة أو أمور كثيرة تصير بالمحكمة، إحنا شغلتنا اليوم ننصح. أنا هسه كمحامية حس نفسي باحثة اجتماعية، دا أعالج الأمور وأبدي أتكلم. أنا قبل فترة جتني طلاق، مصممة لبنية إنه تتطلق، لأن تعرفين المصرف والشغلات هاي منا ومنا، قالت إنه أتطلق. فبقيت أتكلم وياها يومين متتالية بالتليفون، يا معود الولد خوش ولد، أنا شفته وقعدت وياه، قال أنا ما عدت يعني مين أجيب لها. فقلت له هاي الأمور تجي على الإنسان وعادي، مسألة طبيعية إنه الإنسان ما عنده يوم عنده، هي هاي شراكة الزواج. فالحمد لله رجعوا لبعضهم الله يسلمك. إن شاء الله أني كل يعني كل واحد يجيني كمحامي أو كناشطة إنسانية أبقى أتابع حالته، يعني شو وقت ما يريدني أنا موجودة إن شاء الله. المهم بعدين الولد كبر، أنا فقدت الأمل، قلت بعد ما أسوي أطفال. ابنه كبر شوية، يعني تقريبا صار على زواجنا 10 سنوات، ابنه كبر وما سوى أطفال ثانيين بس هو هذا. فحكي وياي الموضوع، يعني صار عمري 25، قال لي إنه أنتي لازم تشوفين حياتك، أنا قد ما أعزك وهاي بس تبعدك صغيرة، فإحنا لازم ننفصل. أنا كنت رافضة إنه أنفصل من يمه، لأنه أنا ما أريد أي شيء، أريد بس يعني ستر والحمد لله وشكر، ما رايدة يعني غير شيء. المهم هو ألح علي بأنه أنا أعطيك كل الحقوق وإحنا نطلق. طبعا هنا إحنا لا مسوين عقد محكم ولا شيء، فبس هو راح المحامي وما أعرف شلون سواها وطلقني وانطاني كل حقوقي وزايد أصلا. قرار الزوج جدا صالح، أنا أشوفه تصرف بعدم أنانية، تصرف بإنسانية كاملة معاها، بالرغم ما أنه هو عنده محبة إلها، هو يودها، بدليل أكو يعني إحنا سمعنا قالت أنه أنا من كان أهلها يريدون يزوجون من الزوجة الثانية، قال لها أنا ما أريد أولاد، أنا أريدش إلك، يعني هو عاملها معاملة جدا حلوة. لكن هي كطبيعة نفسية للزوج وكواعي للزوج يعني كان أحسن من عندها، هو كان واعي يعني أحسن منها. حتى لما هو رفض الأدوية، ما تعرفين شنو السبب، أكو هو هي ما أكو حلقة مفقودة، يعني أكو دا يعرف أنه أكو لا محالة أنه إنجاب الأطفال بينه وبينها لا محالة، لذلك هو ما خضع للطب. بالمناسبة هي حتى الطبيبة يعني ما قالت لهم أنه إحنا ما نفقد الأمل، هو لو كانت حالة ممكن سريعة العلاج، يعني علاجها خلينا نقول يعني يتم ممكن 90% من إلى 100%، ممكن كان كمل الزوج واقتنع وأخذ العلاج. بس الحالة هنا هي الظاهر الحالة جدا ميؤوس منها،
بس تبقى المحاولات هاي من ضمن الطبيعة البشرية. الإنسان يبقى وهي كامرأة، الامرأة دائما تحب تحاول، خاصة إذا حبت الزوج. ضعف دوائرنا يعني المؤسسات العدل، مو انتقاص منها مع احتراماتي للقضاة، إنما أكو فد مفاصل أو حاشية هي تأثر على سمعة محاكمنا. أي ثغرات موجودة فتأثر على سمعة المحاكم العراقية بصورة أجمع. بالضبط، لكن هي إجراءات. لا. أنت تمر بالإجراءات، بس أنت شلون يعني اللي ينطي مبلغ مو حالة حال الإنسان العادي. زين، اللي ينطي مبلغ راح يمشي السرة مالته، الما ينطي المبلغ ما يسهل أمره، يبقى يعني راجع في 3 أشهر 4 أشهر على مود عقد زواج. بعد ما وهي حتى من انفصلت من عنده، ما انفصلت بقرار من عندها، بقرار من الزوج، وكانت رافضة. سبب الرفض هذا لأنه هي مدركة تماماً بدون وعي، باللا وعي هي مدركة بأنه الأهل والأم ما عندهم الأهلية التامة لاستيعاب فكرة رجوع البنت مطلقة. أنا يعني أوجه رسالة لكل الأمهات والأهالي اللي عندهم بنات يزوجوهم أو حتى أولاد يسمعون بناتهم. هذا كله يرجع بسبب كبح الآراء من هم وصغار. يعني الطفل لازم انه احنا نسمع رايه، لازم نستجيب له، حتى اذا كان هو رايه وكلامه عبثي وغير منظم وغير مرتب. هو ما مطالب ان يكون كلامه مرتب، اني افهمه وممكن اترجمه بحسب الموقف والبي له على هيئه سلوك او كلام او حتى كتصرف يعني. ف يعني هذا اني دائما اني ارجع هذه الاسباب، تدهور هذه العلاقات الزوجيه بسبب الاهل، بسبب وعي الام بالذات هي كبنت، لازم امها تكون قريبه عليها، لازم تسمعها، تفهم طبيعة بنتها هي شنو تحب شنو تريد. هي لو كان مثلا اكو تواصل يعني قوي بين الام والبنت ما كان حصل هذا اللي حصل، كان على الاقل من البداية قنعتها انه تنفصل من عنده وتلجأ او تتزوج تكمل مسيرة حياتها كزواج. رجعت الاهل ببغداد، عشت فترة كلش صعبة، عشت سنتين يعني اني ما اقدر انسى، وحتى هي مرتي أخابرها وهي تخابرني وحاولت إنها يعني تحكي وياي رجعني، هو ما قبل، قال لا لازم نشوف حياتها لأنه هي تريد طفل، قد ما تبقى من أنا ما باقي لها. اقتنعت بكلامه بعد سنتين وقلت لهم عادي أنا أتزوج، بس منو يجيني؟ ماكو فرصة يعني. عندي أشرح فد صفة بالإنسان أو صفة بالمرأة بحد ذاتها يعني جدا خطيرة، وهي صفة التعلق. هي لو ما متعلقة بالمكان وكزوج أو عندها وعي تام يعني بأنه هو وإذا هو خوش إنسان وإذا هو إنسان متزن وعلاقتها طيبة بي، بس هي ما تقدر تنجب أطفال، وهي يعني دي يوصل بهم الحال بأنه يعني يجي الطفل والطفل دي يتوفى. ما أكون فرصة إجت يعني، بس واحد من أقاربنا يعني من بعيد كان أرمل وعنده أطفال، بس هو أكبر مني يعني عمره بالأربعينات. أنا قبلت قلت هاي فرصة خلني أتزوج. ليش؟ لأنه عندهم وعي جمعي بأنه المطلقة ما راح تأخذ ممكن إنسان يعني ما متزوج أو ما منفصل، ممكن تأخذه إنه عادي أعزب ولد ما متزوج يعني. عندهم وعي جمعي بأنه، وهي هذا من كلامها انه اني منو راح ياخذني، اني خلص بعد اتطلقت اني منو راح ياخذني. هذه كارثه. ليش؟ ممكن انت كانت تتزوجين برجل جدا مناسب يعني سايكولوجيا فيزيولوجيا مثل ما الزوج الاول، وممكن ان تكملين حياتك معه طبيعي. مو راحت تزوجت بسبب وعيها، وعي الاهل استقطبوا هكذا زوج باختيارهم هم، هكذا زوج بهكذا مواصفات، متزوج ارمل عنده اولاد، وبالتالي هي ما قدرت تتواءم وياه كمواءمة يعني بنفس الاتجاه بنفس الفكر بنفس الطبيعة الفيزيولوجية ردود الأفعال الطبيعة السلوك، ما قدرت تتواءم وياه. هي تقول حتى يعاملنا إحنا كبنات يعني مثل بناته مثل بنته أكبر من عدها. فارق السن هو مو مشكلة بقدر ما هي الطبيعة، يعني بقدر ما إنه التفاهم النفسي بينها وبين بين هذا الزوج الثاني يعني. مو فارق السن مو مشكلة. زوجت وتمنيت انه ما قابلة، لانه يعني هو كان عنده اطفال ومتعلق بيهم، بس يحب مرته اللي متوفية كل شيء يحبها ودائما يذكرها ويبكي عليها، فانا جنت يعني اضوج من هذا الشيء واغار من هذا الشيء.
بس بعدين قلت يلا خلينا أسوي أطفال حتى أنسى الموضوع. صار عندي 2 أطفال ويعني وأنا هم حبيت أطفالي ما كان عندي مشكلة وياهم، بس هو الرجال يعني بعيد عني حتى من صارت بيناته ما عرفت كسبه ما عرفت، لأن أنا أصلاً يعني تفكير وقلب وزوجي الأول يعني كلش متعلقة بي من أني طفلة وزوجته. ما هي تبقى عالقة بالجسد. ثقي إحنا دائما ليش نقول من الصغر، بس ليش إحنا أكو يعني هذه التقنيات الثيتا هيلينج والأكسس بارز وممارسة حتى الرياضة والسفر التأملات، هذه كلها تنظف الجسد الأثيري وتباعا يتنظف الجسد الفيزيائي يتنظف من هذه الصدمات. مثلا التعامل القاسي، هم اصلا ليش عندهم هذه المتلازمه اللي هي واضحه للعيان، متلازمه اللي هسه حكينا بيها، متلازمه اللودوكسوفوبيا اللي هي الخوف من اراء الناس، لانه اكو حواجز، اكو كبح، اكو من الطفوله نقد لاذع، نقد قاسي، تعرض الطفل لنقد قاسي فظل انه هو يخاف من اي موقف، من اي اتخاذ قرار، من اي كلام الناس، حتى ما يرجع هذا الشعور المؤذي اللي جدا أذى في مرحلة من مراحل الطفولة. لذلك هو كان يتصرف بس على حسب الأعراف، على حسب ما هم أهلهم يعني نشؤوهم عليه. أوكي أنا أتزوج خلاص بهذا العمر، هي دا تقول إحنا ما عندنا بنية تبقى لي أكثر من عمر محدد، يعني عندهم البنت لازم تتزوج، هذه فد سنة هم ماشين عليها، فد طريقة، فد نشأة ماشين عليها، وهذه خطأ. لازم أنا يعني أوجه رسالة لكافة الأمهات من كافة خلينا نقول التحصيل الدراسي، مهما كان تحصيلها الدراسي، هذا الأمر جدا مهم مع البنت ومع الولد. لازم ننشئهم بوعي، يحبون ذاتهم، نسمعهم حتى إذا كان كلامهم عبثي غير مرتب، لازم ننطيهم فرصة يتحدثون، ما نكبح آراءهم. فما قدرت أحب هذا الرجال، وهذا كبير بالعمر، فما أعرف شلون أحبه. صار الصح بيناتنا 10 وهاي، بس هو يعني يعاملني مثل بناته، وهاي يعني ما محسسني بأنه أني قد مسؤولية بيد، وهاي دائما يخاف علينا وهاي كلش، يعني ما حاسته أبونا وهذول أطفالنا، بس أطفالي علاقتي بهم كلش حلوة. ليش هي أصلا خضعت للزواج الثاني بشخص أكبر من عندها بهذا العمر، وشخص أصلا هي ما مقتنعة به؟ هذا يجي من مسألة جدا مهمة، هي عندها خفض استحقاق لنفسها ومحبة ذاتها، عندها انخفاض بالاستحقاق جدا عالي، يعني لدرجة هي انفصلت وهي بعمر 25-26 سنة، فرصها للزواج كلش زينة بالنسبة، كلش تمام بالنسبة لبقية، يعني ممكن غير مطلقات، ممكن غير مطلقة عندها طفل، ممكن ملزمة بأولاد، بس هي كلش تمام. أوكي هي مجرد، هي ما عندها نقص، هي ما ينقصها شيء، هي كاملة مكملة أنثى سليمة بكامل يعني رغبتها الأمومية، هي كلش مصرة على أن تكون أم، حتى هي بالإنجاب بتقول أني تكون الولادة جدا طبيعية وسهلة، فما عندها أي إشكال، هي جدا يعني حالتها سليمة، ممكن فرصها للزواج من أشخاص يعني ممكن كان بعمرها ويعني ويتم الزواج من شخص أيضا ممكن تقدر تحبه، تختار الشخص المناسب صحيح، بس هي بسبب تدهور حالتها النفسية أنه خسرت الزوج الأول ومحبته، كأنما هذا الزوج هو كل شيء، يعني هذا بسبب وعي الأهل، يفهمون البنات بأنه الزوج وهذا الرجل هو كل شيء. شوف احنا اليوم عندنا غرفة محامي نتناقش بها عدة أمور، هاي الأمور اللي تتناقش، احنا كل محكمة بها غرفة محامين، نتناقش الأمور بس ما توصل لمستوى القضاة مع الأسف، يعني مع احترامات للقضاة لازم يكون في حلقة وصل، لأن احنا اليوم محامي تدرج وظيفي، محامي قاضي تمام، فأنا من أسمع من محامي ممكن هو صغير بالعمر لكن عنده دراية، عنده وعي، عنده فكر، واليوم اللي يدرس القانون ترى يعني في المسألة صعبة، القانون صعب، لأن أنت راح تبدأ تدرس يعني على طول حياتك، تبقى يعني تأخذ معلومات حتى تفيد الناس زين. أكو شغلة ثانية، إحنا شو قلنا بدال لأن يكون البحث يعني انطرقت هذا الأمر، بدال البحث الاجتماعي يكون بعد الطلاق، بعد النفقة، كذلك يعني في حالات التفريق، أنا أسوي بحث اجتماعي قبل الزواج زين، من أدخل أنا، هي تجي قدام القاضي تقول له نعم قبلت وفي ما لا وروحه، ليش ما أنا أخلي بحث اجتماعي قبل أسبوع بين المتزوجين الحديثين حتى لو كانوا قاصرين؟
لا مو موجود، لا إلا البحث ما بعد الحالات الطلاق. زين، فإحنا نريد قبل الزواج، يعني حتى ناشدنا القضاة بهذه الشغلة أنه مثلا قبل الزواج يسوي لهم بحث، يتعرفون كل واحد يتعرف على شخصية الثاني. ممكن أنا بالبيت أنحصر بين الأهل والأقارب، لكن أنا من أجي الباحثة اجتماعية وتنور طريقي أنا والإنسان راح أرتبط به، راح تكون الأمور كلش تمام. فكلش ناشدنا على هاي الشغلة، ليش إحنا دائما البحث يكون بعد الطلاق؟ أنا ما تفيدني بعد الطلاق، بعد هو شيء مقدس وانفصل. زين، فبعد الطلاق مو ذاك الثقل عليه. والحمد لله والشكر، بس أنا كلش ندمانة على الصحة، أنا صار عندي أطفال تعوض هذا الشيء، بس حسيت إنه الرجال اللي أحبه ما راح ألقاه مرة ثانية، وأنا ندمانة لأنه يعني قبلت ولا هو غصبني على الطلاق، بس انه ما قد يعني ما رجعت له. انا من طلقني رجعت لبغداد وهي سنتين بس احكي، ما رحت، تمنيت لو رايحه وراجعه. يعني شفت الاطفال ما عوضوني عن الحب الرجال، يعني كان هذا يمكن لان انا ربيت عليه، لانه انا تعلمت عليه، لان شفت بعدين هسه عندي فراغ. يعني صح، حتى مرات يصير عندي عصبيه واضوج من الأطفال كلهم، لأن صاروا مسؤولية. زوجي عنده 3 وأنا صار عندي 2، يعني صار 5، وهو مسؤوليته وبيته وهاي، وهو بعيد ما يفهمني. فحسيت إنه باقي بديش زواجتي الأولى ولا هاي الثانية، لأن صارت مسؤولية كلش كبيرة. وفعلاً رب العالمين من يمنع شخص عن يمكن هي نعمة معينة، بس هو من صالح هذا الشخص. أنا هيك أشوف، وندمت على هذا الشيء، بس أقول الله يعوضني إن شاء الله. صحيح، لأنه ظلت بعقدة الزوج الأول، لأن هي ما تحررت شعورياً من التعلق من الزوج الأول، وهذه مشكلة. هذه ترجع لمسألة محبة الذات والوعي والإدراك التام. إحنا دائماً نقول أي شخص سواء امرأة أو رجل لازم يحب ذاته بما فيه الكفاية، إيش قد ما إنه أكو ناس محيطين بي يحبهم ومتعلق بيهم أكثر من علاقة الأم بالأبناء، أكثر من علاقة الأم بالأبناء وتعلقها بالأبناء. هم يصير إنه إحنا نتعلق حتى بأبنائنا هالشكل، لأنه الإنسان بالفطرة هو إنسان حر معرض لكل شيء. يعني إحنا دائماً حتى من نقول، يعني لما نصير الوفيات نقول هذه أمانة الله، الله زرعها والله أخذها. الإنسان حر بهذا الكون، يعني الله خلقه بالفطرة هو إنسان طليق حر، مو يعني حكر لأحد. هي ما تحررت من هذه الصدمة، صدمة التعلق بالزوج الأول والحياة الحلوة وحياة الريف، وهي جدا كانت يعني عاجبها حياة بيت عمها، فهذا سببه إنه هي تحس نفسها بعدها بطاقة الاحتياج، تحس بأنه هي بشعور الاحتياج. اللي بالمناسبة أنا لما أحتاج شخص وأبقى عندي طاقة مسارات احتياج، الإنسان عبارة عن صحوة، إحنا نشوف هذا الجسد المادي بس هو محيط بجسد أثيري، هذا الجسد الأثيري يحكم المشاعر. أنا من أشعر بشعور احتياج راح أوجه موجاتي وتردداتي نحو هذا الشخص اللي أنا محتاجة إليه. هو شي يصير عنده؟ هو يصير عنده طاقة اكتفاء، هاي يعني مكتفي. طالما هي تتغذي هذا الكيان البشري بطاقة هذا الاحتياج، هو تتولد عنده طاقة اكتفاء. لذلك احنا شو نقول، ممكن ما يصدق، بس هذا علم يدرس، يعني هذا علم يدرس، هذه حقائق. بالمناسبة احنا دائما نتلقى رد أفعال واستهجان من هذا الكلام، بس ترى هو كله مأخوذ حتى من القرآن الكريم ومن آيات القرآن، بس للأسف فسرت على غير منحة. أولا، أول عقد الزواج هو عقد شراكة، نقول دائم إن شاء الله، فلذلك يجب أولا اتخاذ كافة الإجراءات اللي تتعلق بعقد الزواج، وعدم أرجو من الآباء بعدم قبول بالزواج قبل تسليم ورقة العقد، لأن هذه ورقة هي ورقة ضمان للمتزوجين. كذلك الفحص الطبي اللي هو السبيل إنه أنت راح يعني تكون الأولاد مالتك بصورة يعني ينولدون بصورة صحيحة وبصحة كاملة. زين، كذلك بالنسبة للمطلقين المتزوجين لا يستصعبون فكرة إنه أنا أروح المحكمة وأتعب، يتعب يومين أحسن ما ينفرض عليه غرامة أو حبس. فحص الدم كلش ضروري للمتزوجين إن شاء الله. وبالنسبة للمطلقين، اليوم عدة أمور تؤدي إلى الطلاق،
لكن أنا أقدر إنه أتجاوز هاي الأمور هو بالبحث الاجتماعي. ممكن أنا أنطي فترة أو مجال أنظر للمظلوم الرئيسي أو المتضرر الرئيسي من الطلاق هم الأطفال. والطلاق مو شيء سهل، يعني لا يتصورون أمور متشعبة وأمور معقدة. فيا رب إن شاء الله يسلم الجميع كلها من الطلاق، لأن أبغض الحلال عند الله هو الطلاق. نقطة ما أحد الحالات مقبلة عن الزواج كلمت بها قالت إنه أنا لازم أسوي هوية جديدة وموحدة جديدة لأن العقود هسه ما تأخذ بالجنسية. بالضبط صحيح. تثقيف المشاهدة على الشيء بشيء وقال. اليوم احنا من انفرضت البطاقة الوطنية اصبحت هي البطاقة الرسمية، اما للذي يعني هي يعني تحصيل حاصل انت اليوم لازم تبدلها ولازم تسويها. بعض الاشخاص يصيبهم النوع من العجز وقلة الوقت، يعني ما عنده وقت انه هو يعني يكمل مستمسكاته. انا من البداية انا جاي اسس عائلة، لازم ارتب وضعي كله، اطلع البطاقة الوطنية، واذا مستعجل استخدم الجنسية معاها شهادة جنسية للوالد او للفتاة المتزوجة. ماكو عقد الكتروني، اكو تقديم، تقديم حجز. بالعكس هذا الاجراء احنا قبل من نمشي بممرات المحكمة ما نقدر يعني نمارس مهنتنا من كثر الزخم. هسه لا، صار حجز، صارت الشغلة مرتبة انه تحجز، يجيك موعد تروح تاخذ متزوجة، ما تطول يعني لحد ساعة 11، إذا هو جايب 9 بالدعش يطلع الشخص وبيده عقد كامل. لا ما راح بالموعد الحجز عادي، مو مشكلة، يتغير على غير يوم. منو شلون يغيرها؟ الكتروني يروح؟ لا لا، هو يسحب استمارة الحجز ويروح يحجز من جديد. كان صحيح بأنه تفك هذا التعلق بهذا الشخص بالحالة كانت بها، وأنه ترضى بالحياة اللي موجودة بها وتعتني بدون الأطفال لأن هي مسؤولة على الجيل. بالدرجة صحيح. ما يخطئون نفس خطأها. أني صح، أني أوجه رسالة إلها ولكافة الأمهات، لأن هي صارت أم صاروا عندها بنات أعتقد وأولاد، أن أول شيء تشتغل عليه تشتغل على محبتها لذاتها. إذا حبت ذاتها، إحنا ما نقول الأنانية، أنانية بالذات اللي تولد أيضا يعني قساوة بالتعامل وكره حتى أثناء السلوك يعني بالتعامل مع الأولاد، لا، نقول فهم الذات، الاتصال بالجسد المادي، الاتصال بالجسد الأثيري. أكو آيات من القرآن ممكن تقدر تلتجئ إلها ترددها، أكو كثير يعني تقنيات روحانية طبعا نفسها طبعا نفسيا وجسديا تكون محبة لجسدها، محبة لذاتها. هي امرأة برغم ما انه اللي هي وصلت له، مع ذلك هي امرأة قوية قدرت تعيش مع زوج هي ما متقبلته، هذا بحد ذاته قوة. انا اوجه لها رسالة ان تكون محبة لذاتها، محبة لبيتها وزوجها واولادها. خلاص هي كانت مصرة على انجاب الاولاد، خلاص خلي تكون عندها رسالة، خلي تكون عندها تحدي مع نفسها انه تنشئ هذول، خلي تكون هدفها بالحياة حتى تحب حياتها، ومثل ما يقول تمشي السفينة، يكون عندها هدف بالحياة أنه تنشئ هذول الأولاد اللي أنجبتهم النشأة السليمة اللي تخلي منهم أو تجعل منهم ناس صالحين مصلحين على هذه الأرض، ما يكون يعني قراراتهم غير سليمة وينهجون نفس نهجها هي باتخاذ القرارات. إحنا خلاص إذا هي فشلت، خلينا نقول هو مو فشل بقدر ما صارت اخفاقات بالعلاقات الاجتماعيه، خلاص هي تزوجت وانجبت بعدين يعني، لكن هي المشكله بس بالتعلق. خلاص هو تزوج وصارت عنده عائله. بالنهايه احنا قد ما احنا صاحبين، احنا ما كنا احنا اصحاب الاختيار، بس احنا مخلوقين بكون يعني بطبيعه معينه، فهي ما فاهمه طبيعتها لان هي ما واعيه على شلون هي مخلوقه، شنو طبيعتها، شنو اللي يناسبها. خلص الكون هو اختار لها، الله سبحانه وتعالى هو اختار لها أن تكون مع هذا الزوج اللي هو أكبر من عندها واللي يعاملها حتى مع بنتها. قد تكون هي المسألة نفسية يعني قدرت تنجب لأنه هو عاملها كأنما هي واحدة من بناتها، قد تكون هذا يعني هذا جدا وارد. يعني مرات مثلا المرأة لما تتعلق برجل وتحبه بهذا الحب ويكون تركيزها وبالها بس وياه، ثقي حتى من راح تنجب ما راح تهتم بالأولاد بقدر ما مهتمة هي بي. وهم من عائلة محافظة، ما أعتقد الموضوع كان مشى وياها يعني كتربية كهذه، دائما يقع العاتق، أي خطأ من الأولاد على عاتق الأم، هذا بتبعات جدا يعني متفرعة. بس أنا أقول إحنا دائما مثلا تحكمنا العلاقات،
قد تكون هي علاقتها مع أمها وأبوها أكو حواجز، لذلك هي ما قدرت يعني كأنثى بعد هي أسعى كأنثى